تكلم لا تلحس ناك ذاب خمسة وعشرة دور لك دور لك خل عشرة إذا بحال هذه هو بشي أخرى. السلام عليكم متابعين قناة الشعب قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. احنا مباشرة معنا أنا أحد الجارديانات اللي غيتكلم لنا على الظاهرة ديال أصحاب جلية صفرين اللي ولاو كيتعداو على الناس إلا ما خر إلا ما عطاهش يدور معاه ما يخليهش يخرج أو ممكن يرسي الطوموبيل. فمعنا هذا الجارديان هذا شحال المدة وأنت هنايا؟ من 81 أشريف من 81 وأنت هنايا؟ من 81 هي صحفية هي دابا أنا بلي كانت لطيفة القادر الله يرحمها كتحط في الراديو وأنت هنا في الرباط. أنا كنت ساخن من 78 وجابونا كرب باركينات وجابونا هنايا للرباط بلي جابونا بزاف صابونا الرخصات وصابوا لنا كل شيء كنا في ذاك الباركين ديال المامونية وبقينا نخدموا شويه باللي اتيت عاد عصري مشينا للزناقي ما صنا ما نديروش انا الزناقي عندنا كانت تقول عرفونا الكليان انا راه داز حبيب المالكي ها هو شحال وكيعرفني حبيب المالكي ها باب رمحه داز داك رئيس الحكومه واسمو العثماني راه الباب ديالو كلهم دزنا هنا وانا معروف هاد الساحه هذه وهاد المامونيه معروف يعني كيفاش كيتعاملوا معاك الناس هنايا؟ اللي وقر راسه مساعدة قال لك يكون مساعدة الحمد لله ما كان ديف مع بنادم بنادم انا نصيبو هذاك نقول الله يسهل عليك انا من 81 عمر الكوميسيرية ما وصلتها لا مشيت لا على شي حاجة ما جيت تكرر بيا الواحد ولا هذا معروف انا فتحت المامونية هذا هو عزيز رداد هو هذا اللي في المامونية والرخصة عادي 324 انا راه من 81 وانا واقف هنا راه بلي داز روحي في الكوميسيريه داز روحي داز شحال من واحد كيعرفوني الكوميسيريه سيدنا يعرفني يعني انت اسمح لي نقاطعك استاذ عزيز قول لي بالنسبه دابا شفنا واحد الظاهره ديال صحاب الجليه الصفرين اللي كيتكرفصوا على الناس يعني شنو كيبان لك انت في هذا الشيء؟ لا كاينين شريفه يعني راه ما بغاش يدور معايا تيسبوا يا تي هذا خاصو الحبس هذاك خاصو الحبس نهضروا واقعيين حقاش ارض عموميه هنا حنا عايشين في دار سيدنا عايشين في الدار ديال سيدنا حقاش ما عندنا لا خدمه لا ردمة تبلي كتسرحنا الغلم فقال حد سراقنا وجابوني هنا وداروا لي الرخصه وداروا لي هذا وشاد الرخصه من العماله شاد الرخصه من العماله شديتها بلي كان هذاك العامل بن شمشي ومن تما بقى سير ولدي بحال هكا الله يستر عليك سمعتي يا شريفه من 81 انا واقف هنا كل من الناس يعرفوني سيدنا تلاقيت معاه فيه وعطاني البركه يعني انت تشوف هذا التصرف اللي تيديروا الدراري مثلا انت جا عندك واحد حط طوموبيل انا دابا بعدين كيجيو هنا كنقول لي وليد قاعد على الطوموبيل يقول لي انت اش ليك هنا انت اش ليك كل حدا يعني كيدوروا فيك كيدوروا فيا وكنسكت هنا انا معروف هنا على السعيد العالمي كيعرفوني الناس يعرفوني كل شيء دابا انت جا عندك واحد حط طوموبيل وبغى يخرج الطوموبيل بغاش يدور معاك كيفاش تكون ردت فعل خويا الله يجيب لك التيسير والله يلقيك الخير ها هما اللي كتكذبوا ها هما كيشوفوا فيا ها هو هذا الزعر الكارديان الحمد لله كنقول يا خويا سير الله يسهل عليك يعني انت مسالم ما باغيش الصداع ما تشي حاجه كنكون بلاصي فيه وكنعرفو حامني ولا ما حامنيش كنكون بلاصي فيه وكنسامي على حساب السيسي بارفليس وكنسير على حساب المستوى ديالو ما نتخلق مع بنادم حقاش انا شي نديها 50 درهم ونسير لداري هاني اللهم لك الحمد يعني كيفاش انت كدوز النهار هنايا الصعوبات اللي كتواجه في الخدمه هذه بحال وشكون دوزو بخير وعلى خير وكنتفوت على البلا نتفوت على البلا فهمت ولا لا؟ نتفوت على البلاد، السعادة من أنت شو السعادة قداش هنايا؟ وها المامونية، ها إدارة الأمن، ها البوسطة، ها وزارة العدل. يعني كل شيء قريب لي. كل شيء كيعرفني. هذا هو الزهر نسيب التليفون هاك الكاتكات محلولة زيدي معايا، هاك الكاتكات محلولة فيها نظاظر فيها كل شيء. ها هي بيتها وطرف فيه حوايج وطرف فيه كل شيء ها هي. كتمنش محلولة ها هي. هاي شوف هاي. هالكاس كاس الحلولة خلي الجاج مولا حاطة وجمع لي حوايج وراه حتى للراوح كنسيب الطونوبيل هاكا هذا كنبرد الخوت وبلي كنقول لمداري كنقول يا ربي السلامة
حقات الوقت ما بقى ما بقيناش حنا محمولين. التقارير ما بقاش محموله. علاش؟ شكون اللي باقي شادنا؟ شادنا ذاك الولف ديال الكليان، ديال الكليان كيعرفوني الكليان، كيشالوا بثنا هنا بلا ما القاردي. يعني الناس ولفوك هنا بالطيبه ديالك كيفاش كتعامل مع الناس؟ وجهات جيبوا لي هذا يعاونوني في العيد، يعاونوني في هذا معروف. يعني لو كنت انسان خايب ما كانوش غادي يتعاملوا معك. ما يتعاملوش معايا، هذيك من طبيعه الحال استاذه. هذيك من طبيعه الحال، وعندي اربعه الوليدات. حمد ما كيعرفوش كارتك معاك، شوف درت دويره منها. شوف درت انا من واحد منك، درت دويره منها، تزوجت منها، تزوجت دراري منها، كل شيء من هذا. حمد ما كيعرفوش كارتك، وعايشين في الظل ديال سيدنا، عاش الماليك من طنجه لبويره. حفظك الله وانا سارك خويا. يعني رغم الصعوبات ولكن انت مدوز النهار ديالك باش ما قسم الله. اللهم لك الحمد، كاين يجيب الله الرزق. الشده مع الكليان زوين كتمنجوي، يجيب الله الرزق. والبلا ما فياش، ما نشرب، ما نتحشش، ما هذا كتمنى تقول لك جاوني جاوني المخزن كنعطيه معلومات فين هذا وفين هذا بلا ما نبقى نشرح لك داك الشيء. الله يرحم لك الوالدين. كتمنى من 81 وانا واقف في هذا القنت. راه كيجي عندي مخزن خويا فين كيسكن هذا كنطلعو حتى الفيروس كنقول له دقنا. اسمعتيني باللي كانت لطيفه القاضي، شوف باللي كانت لطيفه القاضي، انا نعرفها لطيفه القاضي الله يرحمها مسكينه باللي كتخطف الراديو. شنو كيبان لك في الشباب اللي ولاو كيكارديو دابا؟ ما كاين لا شباب لا والو، مفلسين. كتمنى اش كنقول لك؟ ما كاينش بعود، انا ما كيعجبونيش، انا كنبقى نشوف. كتمنى اش تقول لك؟ كاين الطنب اللي مول الطنب كيحشم مول الناس، كيف والله ما نعطي هذه الجزره ما يسيري بعد مني الحمد لله. يعني باش ما يتعكش. كاين مول الطنب اللي السيد عليه كيسيب وجهه ملوث كينزل يذبحوا ويقول يسير بعد مني. اتمنى اش كنقول لك؟ شي انا يقول علي انا السيد ونسيبه ماشي كان لي، نقول اخويا اسمح لي الله يرحم لك الوالدين. وخا يكون غارق بيا وخا يسبني ما كنعاندوش. ما كنعاندوش. مؤخرا شفنا واحد الفيديو ديال واحد الكارديان كيتهجم على واحد البنت حيت ما بغاش تصور معاه. هذاك شفتو هذاك خاصو الحبس. هذاك هذا بحال هذاك الكارديان خاصو الحبس. هذاك الكارديان باللي عود داير ديك الشوهه وهذا وراه شفتهم في الدار البيضاء وشفتهم في هذا، ماشي كارديان هذاك. هذاك شفار هذاك. يعني ولو الخدمة دايرينها غير باش لا لا شفار هذاك والله يسر عليك تكون انت خدام بحال بلايص انك مشرفين كل الناس هذا الحمد لله. تعال بورد زيد بورد زيد بورد ما تقدر تجيب نسيب التليفون اعطيني المالي راه القهوة يا حسن يقول يلا الله يعلم كنسيب التليفون كنديه في اليوم. سمعتي يا بنتي؟ انا عاشي اللي كان ونطلب يا بنتي الله يعفو عليا. كنطلب يا بنتي الله يعفو عليا من هاد من هذه الحفله كنت تبلعطيها الحمد لله ما نقعدش نهار والله ما نقعد. يعني كون كان عندك شي مدخول قار ما كنتيش غتكون هنايا. ما صافي مليت انا دابا الحمد لله كنمشي هذا الدراري الحمد لله مريحين كنجي ناكل خبيز صافي ندي ليهم وهذا وكتمن دور باركينه وسعت احتراماتي خويا العام الله يحفظك سيدي. انا في المخابرات كمل ليه سمعتيني يا بنتي؟ هادشي اللي كاين، انا راه الرخصه ديال هاد العثماني من كان. حبيب المال كيفن كان؟ السيد دريس بن زكري فين كان؟ السيد بن زكري دار الناس المصالحه، حبيب المال. يعني الناس كيتعاملوا معاك مزيان. الحكومه كلشي عرفني. دابا ما يقدروش يفرطوا فيك انت هنايا. لا ما يقدروش يفرطوا. دابا باللي كيجيو كاع مثلا الامن يقول لك حي منا ولا يجيو هذا، اش كيقولوا لي الناس؟ اش بغاو عندك يا ودي؟ وانت راجل قديم. واش بغاو عندك؟ الحمد لله، كنسير عيط ليا المخزن كنسير نعطي الواجب ديالي، كنعطي الواجب ديالي ندفع التصاوري ندفع هذا ندفع البصمات ديالي، كيسيبوني بيد حليب، كيقول لي لاكار ديالك سير بحالاتك من الكوميسيريه كنجي هنا. من الكوميسيريه كنجي هنا. اللهم لك الحمد. ها؟ كطالب شنو الطلب ديالك؟ الطلب ديالك اقتصاد الطلب ديالي يعطيناها البركه اللي كيقولوا في الحكومه، اللي كيقولوا في الحكومه غادي يعطيونا غادي يديروا لنا غادي يفعلوا لنا. صافي نشد هذيك البركه ونمشي نريح مع راسي بركه. ياك انا عمري دابا 61 سنه تبارك الله 61 سنه اللي عندي عليا 61 تبارك الله الله يطول في عمرك. ابيض مندي ديال الناس مندي هذا ما نتعدى لحد كتمني لله. الدراري كيخليهم الناس في الطوموبيلات وبقى راد لي البال كتجمو. سمعتيني شريفه؟ الصباح مع الصباح هنا الناس بارده المطوي بقى نتبع تقول بيضرب كلشي نساعده